أبنائي وبناتي دفعة تالتة ثانوي 2020، طبعا بعد ظهور النتيجة بنسمع عن حاجة اسمها تظلمات، فأنا حابب في الفيديو ده إن أنا أجاوبك على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك بخصوص موضوع التظلمات. أول سؤال، متى تقوم بعمل طلب تظلم؟ يعني إمتى أنت تقدم طلب عشان تعمل تظلم؟ تقوم بذلك في حالة حصولك في أي مادة على درجة أقل من المتوقعة، لكن أهم حاجة يتم ذلك بناء على المراجعة الدقيقة لنموذج إجابة الوزارة ومقارنتها بإجاباتك التي قمت بكتابتها. لأن احنا ساعات بنلاقي طلبة بيقولوا إنهم مظلومين في الدرجات، لما بنروح نراجع نماذج الإجابة بتاعتهم بنلاقي عندهم الإجابات كلها مش مظبوطة. فما ينفعش تقول كده وخلاص، لازم تكون رجعت لنموذج إجابة الوزارة المعتمد، وطبعا دلوقتي موجود على الإنترنت وتقدر تجيبه بسهولة في أي مادة. فأنت المادة اللي لاقي إن الدرجة بتاعتك أقل من اللي أنت كنت متوقعها، ارجع لنموذج إجابة الوزارة واقراه بدقة وافتكر الإجابات اللي أنت جاوبتها. ده أول سؤال. تاني سؤال بقى، إزاي تعمل تظلم؟ يعني أنت اتأكدت دلوقتي إن أنت فعلا مظلوم وإن أنت مجاوب كويس والمفروض تستحق درجة أكتر من الدرجة اللي أنت أخدتها. طيب تعمل إيه بقى؟ أول خطوة هتروح البنك الأهلي أو البريد، هتقول له أنا عاوز أعمل إيداع لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. المفروض الموظف على طول يفهم إن أنت كده عاوز تقدم تظلمات، ممكن عشان توضح له طبعا تقول له عاوز أعمل إيداع لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عشان أعمل تظلم. فهيقول لك خلاص ادفع 100 جنيه زائد 2 جنيه رسوم زي خدمة كده، يبقى كله هتدفع 102 للمادة الواحدة. طبعا الفلوس دي بتحتفظ بيها الوزارة لغاية لما تنظر للطلب اللي انت قدمته وتشوف هل انت تستحق درجات ولا لا. لو الوزارة لقيتك تستحق درجات هترجع لك الفلوس، لو ما تستحقش الدرجات كده هتاخدها الوزارة. طيب لو عملت في اكتر من مادة، يعني انت مقدم اكتر من مادة فيهم تظلمات، كلهم هيطلعوا في ايصال واحد، بس خد بالك ان الايصال يكون مكتوب عليه اهم حاجة اسم الطالب وعدد مواد التظلم. يعني هتقدم في مادة 2 3 يبقى مكتوب اسمك وعدد المواد اللي انت قدمت فيهم التظلم. طيب الخطوة التانية بقى تعمل ايه؟ هتاخد الايصال بتاع السداد ومعاه صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الدرجات، وتروح بيهم مديرية التربية والتعليم اللي موجود عندك في البلد بتاعتك، تقدم طلب للاطلاع على المادة او المواد اللي متظلم فيها. طبعا المديرية هتقولك على مكان الكنترول والميعاد اللي هتروح فيه علشان تطلع على الورقة بتاعتك. يبقى خلاص كده بعد ما سددت وخدت الإيصال ورحت لمديرية التربية والتعليم، هتحدد لك الميعاد وهتقولك تروح الكنترول الفلاني عشان تبتدي تشوف الورقة بتاعتك. بعد كده بقى هتروح الكنترول في المكان اللي هتحدده لك المديرية الساعة 9 صباحا، لأنك طبعا لما تروح بدري أحسن ما تروح متأخر. بعد كده هيسمح ليك الكنترول انك تشوف صورة من كراسة اجابتك، يعني مش هتشوف الكراسة الاصلية، هتشوف صورة منها وتدون الملاحظات. وده الجانب المهم، خلي بالك هيبقى معاك اثناء رؤية ورقة الاجابة 3 حاجات، هتبقى معاك ورقة الاجابة بتاعتك بس صورة منها مش الاصلية، هيبقى معاك نموذج الاجابة الرسمي اللي من الوزارة برضو صورة منه، بعد كده هتبقى معاك ورقة لكتابة الملاحظات. طبعا هتبتدي تقارن الورقة بتاعتك والإجابات بتاعتك بنموذج الإجابة اللي جاي من قبل الوزارة. طبعا لو لقيت أي ملاحظة هتبتدي بقى تدون الملاحظات. طيب إيه بقى هي الحالات اللي ممكن تاخد فيها درجة؟ تاخد درجة في الحالات الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، يعني أنت بتراجع لقيت نفسك مجاوب على السؤال والسؤال مش واخد أي درجة. بعد كده عدم صحة جميع جزئيات ودرجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. يبقى نتأكد إن كل جزئية في السؤال واخدة الدرجة بتاعتها، وبعد كده مجموع الجزيئات دي كلها اللي في السؤال ده يعتبر درجة السؤال، تبقى برضو مرصودة، ودرجة السؤال دي تبقى موجودة على المراية الخارجية في كراسة الورقة في الخارج. بعد كده بقى لو في خطأ في جمع الدرجات الكلية الأسئلة على المرآة، طبعا في المراية في الآخر بيجمع درجات الأسئلة كلها، برضو لازم ترجع تجمع الدرجات دي كلها، لربما يكون في خطأ في عملية الجمع. يبقى الأول تتأكد إن كل أجزاء السؤال واخدة درجات،
بعد كده تتأكد من درجة السؤال ككل، بعد كده تتأكد من مطابقة درجة السؤال مع اللي مكتوب في المراية الخارجية، بعد كده تقوم بجمع درجات المراية الخارجية. لو لقيت أي غلطة في دول طبعا هتاخدها بسهولة ومفيش حد هيكلمك في الموضوع ده. طيب إيه بقى تعمل لو لقيت سؤال مش متصحح؟ يعني دلوقتي لقيت سؤال ملهوش أي درجة، أعمل إيه بقى؟ هتكتب يوجد سؤال رقم كذا لم يتم تصحيحه وتم جمع الدرجات بدون هذا السؤال، لكن لازم تبقى متأكد تماما إن أنت فعلا ما أخدتش درجة السؤال ده. طيب بعد كده بقى تعمل إيه بعد تقديم التظلم؟ يعني إحنا خلاص عملنا الطلب ورحنا شفنا الورقة وقدمنا كل حاجة، نعمل إيه؟ الكنترول هيتواصل معاك وهتعرف نتيجة التظلمات عن طريق الكنترول أو موقع وزارة التربية والتعليم زي النتيجة بالظبط. بعد كده تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي اللي هي خاصة بالجامعات بنتيجة الطالب أو الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها، بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس. يعني بتاخد الدرجة كأن دي طبعا الدرجة بتاعتك وبتدخل بقى في شرائح التنسيق عادي خالص. طيب امتى بقى مواعيد تقديم طلبات التظلمات؟ خلي بالك مهمة جدا المواعيد، لأن الميعاد لو فات يبقى انت كده مش هتقدر تعمل حاجة. ستبدأ الوزارة في قبول الطلبات من يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 15 يوم، يبقى انت لو نويت ابتدي قدم من أول يوم عشان ما يحصلش عندك أي تأخير. وبرضو زي ما بأكد عليك عشان ما تدخلش نفسك في الحوار الكبير ده وفي الخطوات الكتيرة دي، لازم في الأول تتأكد من نموذج إجابة الوزارة وتبقى واثق جدا من الإجابات بتاعتك عشان ما تدفعش فلوس وتتعب على الفاضي. وطبعا أتمنى إن كل واحد منكم يكون واخد حقه أو ياخد حقه فعلا، وربنا يسعدكم ويوفقكم. وطبعا متابع معاكم أي أخبار تخص التنسيق، ولو في أي حاجة جديدة نزلت من الوزارة أكيد هعرفكم بيها، وانتظروني في فيديوهات تانية إن شاء الله.